الآن وصلنا إلى المشاركة الجزائرية أو مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية. نبدأ بالتشامبيونز ليج ومباراة شبيبة القبائل مع الترجي التونسي في ملعب رادس في تونس. أنا تخيلت نفسي وكأني في فيلم رعب، في فيلم صو. نعم. المنشار. بلاصة زي الكتريك خوات. ماذا حدث ميدو في مارتو هاتي... مارتو هذاك الكبير. نعم، ماذا حدث في هذه المباراة؟ لماذا لم ينسحب فريق شبيبة القبائل بالنظر إلى الظروف الخطيرة التي كانت تجرى فيها المباراة؟ أين كان محافظ المباراة؟ أين كان مرافق البعثة الجزائرية؟ هل أرسلت الفاف مبعوثا مع شبيبة القبائل؟ يعني هذه لم نشاهدها حتى في أدغال إفريقيا، مع احترامنا للإخوة التوانسة، حتى هم أدانوا بشدة هذه الأعمال وهذه الأفعال. واليوم صدر قانون في تونس بمنع الأطفال أقل من 18 سنة والأشخاص أقل من 18 سنة من دخول الملاعب، لكن أجواء رهيبة يعني في الملعب. هذا سيد بارك القبولة هذا في المرعب وليست مباراة كرة قدم. بس هذه الحاجة هذه كانت بريباريا، كانت الناس توجد باش يديروها هكذا. صح، هكذا ما جاتش. اين هي الكاف؟ اين هي الهيئه الكرويه؟ بين الشوطين نعطيك حتى في بيان شبيبه القبائل امس، تم البيان اللي صدرت حتى على هذا الشيء. هم في الاول ما كانوش حابين يوليو محافظ المباراه، والحكم توعد بعقوبات قاسيه. شوف نهضروا شويه نفهموا بزاف في الافريك. كيفاش الحكم يرغمك باش تعاود تولي؟ شوف اسمح لي اسمح لي، انا مخاطب في افريقيا كوميسار دو ماتش والاربيت وليزاربيت يجيبوهم يبيتوهم في اوتيل لوكسيو بلوس دي كادو وامورات اخرى اللي ما نقدروش نحكيو عليهم في بلاطو تلفزيوني، ويمدوا لهم دي كادو اي تو سا. ابخي في سكو تو فو سو لو تيران، احرق الدنيا. هذه هي قارة الماجيزات ميدو، العالم كله يشوف. هو دفع الاتحاد الافريقي، ها اليوم صدر بايه تنديد ادانه وتنديد. شكرني بوزراء الخارجيه والعرب كيجتمعوا يندوا باسرائيل. يلا هكذا نورمال عادي. وربما اقصى شيء سيتم فرضه على النادي الترجي التونسي هو دي لوكاليزاسيون دو ماتش، يعني مباراه نصف النهائي امام الاهلي. ذكر الصيف كانت قبل سنوات 2016 امام ميلودي سانداوز، كانت شي احداث كبيره. كان اقصى النادي وعامل مشارك قامت الدنيا ولم تقعد. هنا كنقولوا احنا ما عندناش ممثلين في الكاف وما عندناش رجال كما يقول بن شيخ هنا ليوقفوا على الفوتبولاجي. الفوتبولاجي إن با دوم ليوقفوا عليه. فوالا سي لا كونكلوزيون، حب من حب وكره من كره. الفوتبول الجزائريان ما با دوم، ما عندوش رجال يوقفوا عليه. اليوم ولا المنتخب الجزائري والأندية الجزائرية يتم الدعس عليها في إفريقيا، رغم أننا بلد قارة بكل سهولة، لأننا لا نملك رجالا يدافعون على كرة القدم الجزائرية في أروقة الكاف، حب من حب وكره من كره. هل أرسلت الفاف مبعوثا مع شبيبة القبائل؟ وماذا فعل هذا المبعوث إذا كان موجود؟ ماذا فعلت الفاف الآن بعد هذه الأحداث الخطيرة؟ شاهد ما شافش حق. هل سيذهب حق شبيبة القبائل هكذا هدرا؟ تصوروا هذه الصور، هذه شاهدناها في الجزائر، زعما نقولوا في ملعب براقي يعاقبونا إلى يوم القيامة. لو كان إفريقيا قاعدة تهضر على الجزائر كان شافوا صور مثل هذه، ولكن عندما يتعلق الأمر بنادي جزائري تمرمروا الكرة كرام ودير لي أنا باين تندد فيهم بعد الفريق يدي غرامات مالية والامر يجوز مثل اسكو بوجات لا فيديراسيون ارجينال دو فوتبول ميم با ان كومونيكي ميم با. الاهلي المصري كان سبق شبيبه القبائل وسبق الاتحاد الجزائري لليومين هذا. الاتحاد الجزائري ولينا لي ماتش تاع ليكيب ناسيونال نشوفهم في اتحاديات منافسه لا تلعب على لي ماتش اميكو. الور لا فار دي كومونيكي باري، انا جو بارل ديريكتومون باسكو جو كرام بيرسون. المهم فيديراسيون ميدو انت ماكش فاهم فورفو شنو جوايز انيفيرسير هذا مش فاشفور. والله العظيم كيما نقول لك جويز انيفرسال مندي جويز انيفرسال ما حيتبعوا هاد لي زافير هادوما. شوف الاتحاد الجزائري الاهلي اصدر بيان يطالب فيه الاتحاد الافريقي بنقل باتخاذ عقوبات امام ضد الترجي التونسي لانه سيواجهه في النصف النهائي. هادو يضغطوا ويحبوا لي زيكيب تاعهم ويحبوا بلادهم. الاهلي ايضا عانى في المغرب وكانت عادي كاسكيا سي زاي الكتريك عادي اختار جاب لي شارات ونورمال عادي واحد ما حيهضر عادي. المنتخب اصبح يحتقر في افريقيا في التحكيم عادي. الانديه يحقروهم على برا عادي نورمال كلش عادي. هل اخطات شبيبه القبائل بالعوده الى ارضيه الميدان هل كان بالامكان في نعم انه تنسحب؟ شوف ميدو البارح درنا احنا البارح تكلمنا في 100% فوت تكلمنا على هذا
الحالة اللي صارت هذه في تونس. انا بون بعدك تكلمت مع رضوان كذا كي داروا الفريق تاع شبيبه القدا دار كومينيكي قال لك يا ودي كنا حابين ما نولوش بصح الاربيت قال لك والله غير سيسبونديكم. هي انا البارح علاش الحكم ولي تاخذ القرار؟ انا البارح الحكم ولي يضمن ارواح انا البارح واش قلت له رضوان؟ قلت له بالك خافوا الاداره تاع شبيبه القبائل واللاعبين والمدرب مي هي الفالي ما يولوش باش انا في رايي ما نرجعش باش تكبر الفضيحه هذه باسكو كي تخرج يخرج فريق وما يوليش يزيد الحس بصح كي عاودوا دخلوا لعبوا صول كلي صارت حادثه وعاودوا له هي حادثه هذه سيغراف هذه. الفاف ماذا هي فاعله الان؟ الفاف الان الفاف خلاص يعني متاخره حتى انها دوكا تصدر بيان متاخر لحد بعيد الان الاجراءات واش راح دير البيانات خلاص واش من بيانات تصدر محمد راح تقول انا ضد شبيبه القبائل باين كي دير بيان وانا راني مع شبيبه القبائل لكن الاجراءات الملموس محمد واش راك حاب يعاودوا يديروا لك الفيلم تاع قصامه وانا نديروا في دوسي كبير ما يديروا والو. الفاف الان راح تصمت والامور راح تتواصل مثل ما هي عليه. الان طالب يعني نطالب يعني مستقبلا ما يزيدش يصرى مثل هكذا يزيد يصرى لا لا تسمحنا ماذا بينا سكي سباس اكتوالمون والله غادي يزيد يصرى اكثر بالك كاع صافي الله يا ربي يزيد يصرى ويزيد يصرى وما كاش اللي يزيد يحكي وما كاش اللي يهضر سكي الفرص مهمه انا كي قلت له هكذا احنا نتمنى لا سمح لي محمد حسيت روحي شغل بلاطو راني في لاسويس قاعد انشان تاع سويس لا فارس ماشي تعاودها افريقيا ماشي تقول زعما تقول حاجه ما تصرا شوف لا حنا لازم تهضر على الفرق الجزائريه انت معليش انا قاعدين في سوق اسمح لي دقيقه خليني نهضر ونكين رانا قاعدين انا وياك في الحومه نقصروا ماناش في بلاطو باسكو هنايا والجمهور يشوف فينا انت في راسك تتقم افريقيا انا ماناش في بلاطو انا نقصروا حنا بيناتنا انا وياك انا نابورت واحد يقول لك هاو امبوسيبل افريقيا وقدامنا لي زاربي قدامك السيكوريتي ما كاش تجي داخل الدار تجي داخل الاستاد يسبوك جي كاين بزاف امورات يصراو غير رياضيه في افريقيا ما تسقمش هذه منذ زمان ما كناش نشوفوها في تونس مثلا ما كناش نشوفوا امر كيما دا يصرا في تونس لا هذه وي هذه راني معاك في تونس انا هذا واش حبيت نقول لازم نندد يعني لو كان صرا في افريقيا ما يستعجبوش هذا واش حبيت نقول تونس في تونس مصر المغرب هذا حبيت نقول هذا واش حبيت نقول صح صح صح, صح. انا واش قلت لك من قبيل قلت لك تونس تبدلت بزاف تولي 12 سنه للوراء كانت تونس شغل الجنه نعم دونك دوكا راك تشوف الاعمال الشاغب اللي داروهم هادو اسمح لينا لازم نتكلموا عليهم باسكو فريق جزائري يلعب التوب صح خويا وهذه هذا ستا ماتش هذه رياضه هذه اخلاق صح لازم او كونترا تمد لي ماتش شابه. المهم ميدو كيف ترى مستقبل هذه القضيه؟ سيطوى الملف ويرمى في الادراج؟ اكيد انتهى كل شيء كان من الاجدر عدم العوده للعب المباراه في الشوط خلاص خلينا نتحدث شويه على شباب بالوزداد امين اقصاء الشباب كان منتظر بالنظر الى مباراه الذهاب والخساره 4-1 لا كان منتظر وثاني شباب بالوزداد اصطدم بامر الواقع اصطدم ضد فريق لفريق الاحسن في افريقيا نقول باللي شفنا فاز على شباب بالوزداد اداء ونتيجه في الذهاب وفي الاياب شباب بالوزداد اللي سيرتو في اللقاء تاع الدهاب ما تعاملش مليح مع المباراه المدرب ما قراش مليح المنافس ثاني اللاعبين كانوا خارج الاطار ثاني كان ضغط في المقابله انت 20 دقيقه تلقى هدفين ماشي سهله انا نقول اليوم شباب الوزاد لازم يعاود يصح الاخطاء ديالو باسكو هذا عام الموسم الثالث على التوالي اللي يقصى من دور ربع النهائي لازم الاداره هذه الحاليه باسكو انا ما نحصلش في الاداره هذه باسكو ماشي هي اللي جابت اللاعبين وماشي هي اللي دارت الانتدابات انا نقول لهم باللي لازم باسكو اليوم رئيس الفريق اللي مهدي اللي عنده مده هو في شباب الوزداد ويتبع هذا الفريق هذا تشوف النقائص تاع شباب باسكو باش تدي كاس افريقيا ماشي هكذاك لازم لك لاعبين كبار لازم لك مدرب كبير لازم لك منشات باسكو كي تشوف اليوم انت في تشامبيونز ليغ في الدومي فينال اللي راهم في الدومي فينال تشوفهم كاع عندهم منشات فريق كبرى عندهم لاعبين كبار كذا باش تفوز بهذا الوسمو لازم تدرس مليح الفريق وتجيب لاعبين وتدعيمات وكذا هذه هي.